الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ونحن على أعتاب شهر محرم الحرام شهر التضحية والإباء شهر مدرسة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والتي ألقت بظلالها وإشعاعاتها على قلوب شهدائنا الأبرار فصنعت منهم جيلا حسينيا مضحيا بأغلى ما يملكون في سبيل العزة والكرامة وفي سبيل مقارعة الظلم. إن مدرسة عاشوراء والتي كان شعار سيدها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة والذي لم يتخذه شهداؤنا شعارا نظريا يتسلون به ويرددونه من دون وعي وإرادة بل ترجموه إلى واقع عملي فكان ثمن جهادهم الدم والروح لأنهم أيقنوا أن العيش في ذل وهوان والعيش والحياة مع الظالمين إلا برما ونكدا في هذه الدنيا وعذاب في الآخرة إننا كآباء شهداء نفخر ونعتز بالشموع التي أحرقت نفسها من أجل أن تضيء الدرب للآخرين وهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من قبلهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن ثمن الحرية والكرامة لا بد من التضحية بوعي وإننا على هذا الدرب سائرون أسوة لسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال تركت الخلق حرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك اللهم ارحم شهداءنا الأبرار بحق الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأخوة الحسين ونساء الحسين والذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ورحم الله من قرأ الفاتحة وأهداها للشهداء ولموتانا وموتى المؤمنين والعلماء والفقهاء ومن لم يذكرهم ذاكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وآل محمد.